وللوقوف أكثر على استمرار هجمات الميليشيات وهدفها في هذا التوقيت، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني من واشنطن. أهلا بك سيد كامل. يعني قصف بأربعة صواريخ من نوع كاتيوشا يستهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد، ما يرفع عدد الهجمات خلال الأيام الماضية إلى أربع. السؤال هنا، بما تفسر تزايد هجمات الميليشيات في الأيام الأخيرة على أهداف أمريكية وأخرى للتحالف؟ يعني الميليشيات تريد تثبت بأنها قادرة على تنفيذ وعودها، وهذا بالفعل ما نفذته، وخاصة في هذا الوقت اللي هنالك تفاوض على تقاسم الذبيحة الحكومية، وتريد تثبت وجودها أيضا كقوة فاعلة موجودة على الأرض ومسيطرة. هذه الرسالة للميليشيات اللي تستهدف الأمريكان، وكذلك بالنسبة للأمريكان أيضا يعني ما عندهم وسيلة إلا أن يلجوا يتختلوا بين القوات العراقية، وربما سيحاولوا أن يدفعوا القوات العراقية الأمنية العسكرية أن تواجه هذه التحديات المسلحة من الميليشيات. نعم سيد كامل، البنتاغون ردت على تلك الهجمات بتصريحات وقالت فيها إنها تأخذ هذه التهديدات الإيرانية وكذلك تهديدات الميليشيات على محمل الجد، واحتفظت بحق الرد بحسب تصريحاتها. السؤال هنا، ما الشكل المتوقع للرد الأمريكي بعد سحب قواتها برأيك؟ يعني الرد الشامل غير ممكن، يعني يبقى أنه الأمريكان سيحاولوا أن يستهدفوا بعض العناصر إذا استطاعوا، أو استخدام القوات العراقية حتى تواجه. أكثر من هذا لا نتوقع من الأمريكان بأي مواجهة مستقبلية بالظروف الحالية مع الميليشيات والعصابات، خاصة وأنها عندها تجربة أنه واجهت هذه العصابات وسببت قوة إضافية لها، مثل ما حدث مع القاعدة وداعش والطالبان، فلن تكرر هذه التجربة بأن تواجه كجيش عظيم يواجه عصابات هنا أو هناك. نعم، هناك من يرى سيد كامل أن قصف الميليشيات ومسيراتها التي توجه ضد المصالح الأمريكية في العراق، هناك من يرى أن هذا كله لا تأثير له. إذا كانت الميليشيات تعرف ذلك، فما الرسالة المرادة من هذه الهجمات؟ الرسالة أنه مثل ما بينت أنه تريد أن تفرض وجودها، وهذا هو الواقع، وكذلك أن تأخذ حصتها من الذبيحة الحكومية في هذه الأيام، وأيضا أن توجه رسالة إلى الأمريكان بأنها موجودة وقادرة عن أن تقلب الطاولة على الأمريكان وعلى الحكومة العراقية. نعم. هذه هي الرسالة. هناك معلومات أيضا تتحدث عن أن قاسم الأعرجي سيبدأ مفاوضات مع الميليشيات لوقف التصعيد. السؤال هنا سيد كامل، إلى ما ترجع تحرك الأعرجي هذا إن حصل، وممن يمكن أن يكون مدفوعا ليفعل ذلك بحسب متابعتك؟ معروف أنه الأعرجي هو من منتوجات الميليشيات والعصابات، وكان معتقل عند الأمريكان وضمن القائمة الحمراء ويعرفه تماما، وهو ابن الولايين التابعين إلى إيران ومخلص، والأمريكان مستفيدين منه بأنه يحقنون هذه الهدنة الوقتية في كل مرة، ونفس الشيء الميليشيات تستفيد منه بأن يوصل رسائلهم إلى الأمريكان، والمقبولية في المنطقة أصبح إلى مقبولية حتى خليجية، وسيستمر يلعب هذا الدور بين الميليشيات وبين الأمريكان، وهذا هو وضع الأعرج. إلى السؤال الأخير الآن، يعني بحسب وول ستريت جورنال فإن وكلاء إيران يسعون إلى صنع حالة فوضى في العراق، ما الهدف من إثارة الفوضى في هذا التوقيت بالذات؟ يعني لا أظن أنه هذه الميليشيات والعصابات تريد تخطط للفوضى، الحقيقة هي ضبطت القوى الشعبية واستسلمت لها كل
الشعب وحتى المؤسسات الرسميه والحكومه، وهي فرحانه ومسروره بهذا الضبط. والحقيقه حتى دول الاقليم ايضا مسروره للاستقرار العراقي على ما هو عليه رغم المعاناه الشعبيه بحاضر ومستقبل العراقيين. نفس الشيء بالنسبه للامريكان ايضا يعني مسرورين لهذا الاستقرار ولو مع يعني تحكم الميليشيات والعصابات على مقدرات الدوله العراقيه. رئيس المركز ولهذا لا اظن هنالك فوضى تفضل. لا من الميليشيات ولا من الايرانيين. شكرا جزيلا لك رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن.